رئيس النهارده زي ما قلت لكم 4 ساعات في احتفاليه رائعه للقادرين باختلاف اصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصه في نسختها الثالثه بمركز المناره للمؤتمرات بالتجمع الخامس. قبل ما الرئيس يروح كان مر على عدد من ابطال الاتحاد المصري للاعاقات اللي بيلعبوا يعني رياضات كثيره بيمارسوها. يعني الحقيقة أنه ده كان برضو موضوع مهم جدا أنه يهتم برياضة هؤلاء الأطفال أو رياضة ذوي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة. والحقيقة حفلة النهاردة كان فيها فقرات كثيرة جدا وكان فيها مفاجآت، عدد كبير من الفنانين، دنيا سمير غانم كانت موجودة، مصطفى شعبان كان موجود، أشرف عبد الباقي طبعا كان موجود، الفنان العظيم عمر خيرت كان موجود وعمل مفاجأة لأحد الأطفال الشباب اللي كان نفسه يلعب بيانو مع عمر خيرت، لعب مع أوركستر عمر خيرت. يعني الحقيقة كان فيها مفاجآت رائعة كثيرة لهؤلاء الشباب، وأنا بحيي فعلا كل من قام بتنظيم هذا الحفل لأنه مفاجآت. وإحنا كنا قاعدين كلنا بنتفرج الصبح، يمكن كان في ناس كتير في الشغل بس إحنا كنا بنتفرج قد إيه استمتعنا بكل هذه المفاجآت، بالمشاعر، بهذا التقدير الخاص لذوي القدرات وذوي الهمم. من أجمل الفقرات كانت اسأل الرئيس، واسأل الرئيس احنا متعودين ان ده بتبقى فقرة موجودة بتوجه فيها أسئلة للسيد الرئيس في مؤتمرات الشباب اللي احنا سعداء انها ستعود مرة أخرى في يناير، أو في بعض الاجتماعات أو الندوات التثقيفية، لكن النهاردة اسأل الرئيس كان مختلف خالص. اسأل الرئيس كان من شباب ذوي الهمم، ولأنهم فيهم هذا القدر من البراءة، هذا القدر من الـ 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 يعني مش قادرة أسميه إيه، يعني الحقيقة إن الأسئلة كانت رائعة، كانت إنسانية جدا، كانت خاطفة جدا، أسئلة يمكن لو في حد صحفي قعد يعني هيسأل أسئلة معقدة جدا للرئيس، لكن الأسئلة كانت بقدر كبير من البراءة، بقدر كبير من التلقائية، وكانت إجابات الرئيس أيضا فيها قدر كبير من التلقائية والصدق. خلونا نشوف أول جزء من اسأل الرئيس، سألوا إيه والرئيس قال إيه. إيه أجمل لحظة مرت على حضرتك في حياتك، وإيه أصعب لحظة مرت على حضرتك في حياتك؟ أصعب لحظة اللي هي الفترة اللي حسيت إن فيها بلدنا ممكن تروح، دي أصعب لحظة عليك. وعلي احيانا يكون فهمك مشكله يعذبك، لو انت بتفهم قوي وبتعرف قوي ممكن تتعذب قوي، لانك هتشوف حاجات محدش هيشوفها غيرك، وهتفهم حاجات محدش هيعرفها غيرك. فاصعب لحظه اتصور مرت بيا، طب ليه خفت يا علي؟ خفت على ناسي واهلي وكل الناس اللي موجودة في مصر، عددنا كبير ومشاكلنا كتيرة وظروفنا صعبة، فلو البلد راحت الناس دي هتروح فين؟ فأسعد لحظة هو الحلم اللي أنا بحلمه لبلدي، برضو هو الحلم اللي أنا بحلمه لبلدي. يا رب بيكو بمصر والمصريين شباب وكبار بقادرون باختلاف اللي أنا بعول بيهم أمام الله وبقسم بيهم على الله إنه يساعدنا. أكتر أمنية شخصية حضرتك بتتمناها، وإيه أكتر أمنية لمصر حضرتك نفسك تحققها؟ يا رب الكلام ده يوصل لكم. اكتر امنيه شخصيه ان ربنا يرضى عني، ان ربنا يرضى عني. ربنا يرضى عنك يا رب، ويديك الصحه يا رب. يا رب دي اكتر امنيه شخصيه. بالمناسبه يا نورهان، انت عارفه ان دي امنيه عزيزه قوي طبعا يا فندم. لا 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 كلنا معاك يا ريس. لا استني بس،
استني. اتفضل. عارفه الرضا ربنا يعني ايه؟ ربنا عظيم السماوات والارض، صاحب الكون كله، صاحب الملك كله، يرضى؟ يا ريت يا ريت. فانا لو هي دي الامنيه الشخصيه طبعا يا فندم. بالنسبه لمصر زي ما قلت لكم، زي ما قلت لعلي كده في الاول، ان انا بحلم لها وبحلم بيها وليها، بيكم طبعا يا فندم وبكل الناس. طب احنا مشينا قد ايه؟ مشينا خطوه من 1000، فاضل 1000 خطوه. انت مبسوط انت قاعد معانا؟ انت مبسوط وانت قاعد معانا؟ انا هقول لك يا ريتاش بجد، وربنا وحده يعلم اللي في نفسي، اسعد يوم بيبقى انا فيه اليوم اللي بشوفكم فيه وببقى في وسطيكم. طب مين اللي بيسعدني كده؟ هقول لك يا ريتاش، اللي بيسعدني كده هو وجودكم، وربنا بينزل على قلبي البهجة والسعادة والسرور والرضا.